في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة، تتواصل الجهود المصرية في تقريب وجهات نظر الطرفين، حيث غادرت وفود حماس وإسرائيل القاهرة عقب مشاركتها في جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين. وبينما تسيطر إسرائيل على جزء من مدينة رفح الفلسطينية وتدفع الفلسطينيين إلى آخر متر مربع آمن في قطاع غزة من خلال أمر الإخلاء الأخير، اتجهت كل الأنظار نحو القاهرة حيث تجرى محادثات الوساطة منذ أكتوبر الماضي. في هذا الصدد أكدت صحيفة أوروبية على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التأثير بشكل حقيقي على نجاح مفاوضات الهدنة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة أنه على الرغم من عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في المفاوضات، فإنه يواصل تقديم كل دعمه للمحادثات الحاسمة التي توسطت فيها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي تشتد الحاجة إليه. في الوقت نفسه جددت مصر تحذيرها للمشاركين في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة من خطورة التصعيد في حالة فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق هدنة. الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المختلف عليها، خاصة وأن مفاوضات القاهرة تعقد بحضور كل الوفود، ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، وهي مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعا على الأرض. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومعكم نبدأ أولى فقراتنا الحوارية كما أشرت قبل قليل. وبعد أن تابعنا هذا التقرير الذي طوف بنا حول ما يبذل من جهد مصري في المقام الأول لإيقاف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وأيضا ما يبذل من جهود أخرى مختلفة دعما للقضية الفلسطينية، ربما نحن في غنى للتذكير بما بذلته مصر على امتداد العقود التي ابتلينا بها بهذا الاحتلال منذ أكثر من 75 عاما. عموما أدعوكم للترحيب معي بضيفنا الكريم الذي نشرف به معنا هنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي الأستاذ يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. أهلا بك أستاذ يوسف. أهلا بك وسهلا بكل مشاهدينا. أهلا بحضرتك، وأبدأ معك فيما يرتبط بالتطورات السريعة المتلاحقة الأخيرة، فيما يرتبط بما يبذل من جهد مصري لتحقيق الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. خلينا نرجع في الاول خلاص ليوم 7 اكتوبر. من يوم 7 اكتوبر الماضي كان لما بدا العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه، كان في تحركات مصريه واضحه وفي رسائل واضحه من جانب القياده المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي للطرفين، سواء للجانب الاسرائيلي او الفصائل الفلسطينيه وعلى راسهم حماس،
وكمان للمجتمع الدولي بشكل عام. الرسائل كانت واضحه، ضروره الوقف الفوري لاطلاق النار والتهدئه والعوده مره اخرى للمفاوضات واحياء مسار المفاوضات للوصول الى الهدف النهائي اللي بتسعى ليه مصر والامه العربيه بشكل كامل، اللي هي اقامه دوله فلسطينيه مستقله عاصمتها القدس الشرقيه على حدود 4 يونيو 67. تمام. دي كانت الرساله الاولى. الرساله الثانيه ان مصر استشعرت منذ البدايه ان هناك ما يعني نوايا خفيه لدى الاحتلال من العدوان على قطاع غزة. هذه النوايا هي التهجير. ربما ما كانش ناس كتيرة فاهمة يعني ليه مصر طلعت من البداية خالص كلمت على فكرة رفض التهجير وأن التهجير لفلسطين خط أحمر. مصر يعني بتستضيف كثير جدا من الأشقاء من دول كثيرة تعرضت لأزمات سياسية وحروب وداخلية، لكن في الآخر دي كانت يعني الدول تتعرض لأزمات ثم تنتهي هذه الأزمات فيعودون مرة أخرى إلى أراضيهم. الوضع في فلسطين مختلف، لأن الهدف الاحتلال الإسرائيلي أن يصل إلى نقطة معينة تكون هناك أرض بلا شعب. فده اللي انتبهت ليه مصر جيدا، وكانت بدأت أول من حذر من هذا الأمر. اللي بيحصل النهاردة هو تأكيد للتحذير المصري إن كانت في رؤية مصرية ثاقبة شايفة بترى المستقبل، إن في مخطط إسرائيلي إن ليس فقط قتل الفلسطينيين في قطاع غزة وليس فقط استهداف الفلسطينيين، لكن الهدف هو نسف القضية الفلسطينية للوصول إلى النتيجة اللي عايزاها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة أو اليمنية المتطرفة، أن يكون هناك أرض بلا شعب يدفع الفلسطينيين في قطاع غزة إلى ترك أراضيهم، ويدفع ثم يتحولوا إلى الضفة الغربية فينتهي مفهوم الدولة الفلسطينية. وده حتى كمان النهاردة يوم 15 يوم الأربعاء اللي جاي أن نحيي ذكرى 76 للنكبة. ده تكرار للي بيحصل، ذكرى قيام دولة إسرائيل 48 مش 76 لا النكبة 76 سنة على النكبة. ده بيؤكد لنا او يعيد تذكيرنا مره اخرى بان في 48 اسرائيل في نكبه 48 في دفعت اكثر من 750 الف فلسطيني لترك ارضهم اللي هم متواجدين دلوقتي في الشتات. هم عاوز يوصل للهدف اللي يعني هو تفريغ فلسطين من ارضها ومن شعبها. فده كان الرساله المصريه الثانيه ان الهدف مصر، الهدف تسعى عليه الدبلوماسيه المصريه، الهدف اللي تسعى عليه الدوله المصريه هو الحفاظ على كيان الدوله الفلسطينيه، وبالتالي الوقوف بشكل حاسم وواضح ضد اي مخطط لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري من قطاع غزه الى اي مكان، مش ليس فقط مصر. وده مش معناه ان احنا مش عايزين نستقبل الفلسطينيين، لا، مصر قدمت ولا زال تقدم الكثير للقضيه الفلسطينيه من 48 حتى الان، حتى من يوم 7 اكتوبر مصر فتحت المعبر رفح. من 7 اكتوبر حتى الان معبر رفح لم يغلق للحظه واحده، حتى حينما استهدفت الحكومه او قوات الاحتلال الاسرائيلي المعبر من الجانب الفلسطيني كان الجانب المصري من معبر رفح يعمل ومستعد لادخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين اللي كان تم استقبالهم في المستشفيات المصريه. فالمعبر المعبر مفتوح رغم ان المعبر ده معبر افراد مش دخول مساعدات، لكن تم تهيئته لادخال المساعدات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وبالتالي هنا مجموعه من الرسائل الواضحه كانت بشكل قوي جدا 7 اكتوبر، وزادت اكتر في استضافه القاهره لقمه القاهره للسلام اللي كانت يعني انا بعتبرها انها كانت محور ارتكاز في تغير النبرات الغربيه تجاه ما يحدث في فلسطين. كان في بعض التعاطف لدى الدول الاوروبيه الولايات المتحده الامريكيه لدى بعض الشعوب الغربيه مع اسرائيل. التركيز المصري على السرديه الفلسطينيه وطرح الرؤيه الفلسطينيه بشكل واقعي ادى الى تدريجيا الى تغير في المزاج العالمي تجاه ما يحدث في فلسطين، وده كان نتيجته اللي شفناه على مدار الايام الماضيه، المظاهرات اللي موجوده في الجامعات الامريكيه، المظاهرات اللي موجوده في عواصم الغربيه اللي بتدعو اسرائيل لوقف الاحتلال، وقف اطلاق النار والانخراط في المفاوضات. وبالتالي هنتكلم على جهد مستمر، جهد متواصل. ارتبط بيه كمان المفاوضات الهدنه ومفاوضات التهدئه، واللي كان يعني انتجت بعض الامور في مراحلها الاولى بالافراج عن عدد من المحتجزين في قطاع غزه مقابل الافراج عن اسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيليه، لحد ما وصلنا للمقترح المصري اللي كان يعني
يعني بيحاول ان يوصل لصياغه نهائيه وهدنه كامله تعيد الاستقرار الى القطاع حتى يعود الاطراف مره اخرى الى طاوله المفاوضات. لكن يعني احنا امام طيب هذه النقطه ربما هناك اسئله كثيره جدا فيها في مرتبط بالجهود المرتبطه بالتهدئه والمقترحات المصريه التي بذلت سواء في مرحله التهدئه الاولى واطلاق سراح بعض الاسرى وصولا الى الخطه الاخيره التي زعم الاحتلال انه عرضت عليه خطه غير التي قدمتها القاهره للفصائل الفلسطينيه ووافقت عليها. استاذن حضرتك نتوقف قليلا لمتابعه موجز الانباء. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، واجد تحيه ايضا لضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الاستاذ يوسف ايوب رئيس تحرير جريده صوت الامه. اهلا بكم مجددا استاذ يوسف. اهلا بكم. قبل موجز الانباء توقفنا الى ما بذل من جهد مصري حثيث في محاوله التهدئه الاخيره ووافقت عليها المقاومه الفلسطينيه ثم تحافظت عليها ورفضتها اسرائيل زعمة انه ما عرض عليها ليس ما وافقت عليه حماس. برأيي كيف تعاملت مصر مع هذه الاشكالية؟ هذا ما تدعيه اسرائيل او نعم. هذا ما تدعيه الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، لان كان يعني الورقة المصرية ورقة معروفة ومعروضة على الجميع، يعني عرضت على الحكومة الاسرائيلية وعرضت على الوفد الامني الاسرائيلي كان موجود وعرض على حركة حماس. واعتقد ان الجانب الامريكي ايضا الجانب الامريكي كان موجود والوسيط القطري كان موجود، فالورقه لم يحدث فيها تغييرات. لم تكن سريه. لم تكن سريه، لم يحدث فيها حدث عليها تفاوض. حتى الجانب الامريكي الرئيس الامريكي جو بايدن الصحافه الامريكيه نقل عن مدير اسرائيل اللي كان موجود ووزير الخارجيه الامريكي تحدثوا جميعا على ان هناك بعض العقبات أو بعض الفروق أو الاختلافات ما بين حماس وبين إسرائيل سيتم العمل على تجاوزها. تمام، ده خلافات في وجهات النظر، لكن خلافات في بعض النقاط، لكن مقترح الهدنة واحد. المقترح واحد. هو مش اختلافات في فيما عرض على حماس. صح، هو هو الهدف الأساسي من الأول خالص، إسرائيل لم تكن تنوي الدخول في التهدئة في الوقت الحالي. يعني ده كان واضح جدا. ما يحدث النهارده في يعني في رفح، مدينة رفح، ده هرجع تاني أقول لحضرتك ده كان استكمال للفكره الاسرائيليه اللي بدات بها 7 اكتوبر. ان انا بدخل عاوز يعني امشط المنطقه دي كلها، عاوز احول احرك الفلسطينيين من مدينه رفح الى خارج رفح. ده بدا، دي خطه بدات في الاول خالص من الشمال والوسط الى الجنوب. هم حتى النهارده كان المعلن بالنسبه لهم ان احنا داخلين رفح عشان بعض او بعض بقايا حركه حماس، بعض قيادات حماس موجودين، بعض الانفاق اللي بيتم استخدامها. النهارده في الاعلام المصري بيتحدث على ان قاده حماس المستهدفين بيتحركوا الى مناطق ثانيه. يعني بدا خرجوا من رفح اللي هم بيستهدفوها دلوقتي، راحوا مناطق ثانيه. طب ايه المبرر؟ طالما انت اللي تستهدفهم خلاص خرجوا ورصدت ان هم خرجوا، اولا انت رصدت ازاي؟ مين؟ خلاص انا هتفق معاك انك رصدت، طب هم خرجوا، انت ليه تستكمل هذه الاله العسكريه بتاعتك في مدينه رفح؟ اذا لم يكن يعني اذا عندك هدف ثاني غير ده، وده الهدف اللي اتكلمنا فيه، ان هو عاوز يقضي بشكل كامل على القضيه الفلسطينيه. من خلال تهجير الفلسطينيين. من خلال تهجير الفلسطينيين. هل الفكره لا تزال قائمه للطرح والنقاش؟ مش هتنتهي من التفكير الاسرائيلي. حتى وان رفضت مصر فكره توطينهم في سيناء، هل من الممكن يكون البديل خروجهم خارج فلسطين الى اي مكان اخر؟ يعني اجبار الفلسطينيين ربما يكون في بعض البدائل اللي هم بيفكروا فيها. انا حتى شفنا من ايام يعني بلد بتاعت السيربات الامريكيه على ربما دراسه منح الاقامه او منح اللجوء لبعض الشخصيات الفلسطينيه اللي ليهم ذوي قربة عايشين في الولايات المتحده الامريكيه، وربما يدفع بعض الدول الغربيه لاستضافه مجموعه برضو على هذا النمط. ده فكر موجود، ده تفكير موجود. بس الاشكاليه دي اثيرت لما تم الحديث عن انشاء ميناء امريكي في القطاع. البعض تحدث ولو يعني على استحياء انه احد الاهداف المخفيه او الخفيه لانشاء هذا الميناء كنقطه انطلاق للفلسطينيين لخارج بلدهم باي شكل من الاشكال، سواء قصرا قهرا جبرا او بحاله الرضا للبعض. يعني ده مطروح، يعني ده كلها سيناريوهات مطروحه. انا النهارده خليني اقول لحضرتك حاجه، يعني بالنظر العام لما يحدث الحكومه الاسرائيليه، احنا قدام حكومه اسرائيليه احنا مش عارفين، يعني هي مش نفسها مش عارفه عايزه ايه بجانب يعني بجانب الهدف الاساسي بتاعها التهجير. لكن هو النهارده هو عنده اضطرابات داخليه بتؤثر على القرار عنده.
لكن قبل أن نتجاوز مسألة التهدئة والمفاوضات، حضرتك قلتها في جملة واضحة وصريحة أنه هذه الحكومة لا تريد أي شكل من أشكال التهدئة أو التفاوض أو يعني أن تمضي أو توقع على وثيقة للتهدئة مع الفصائل الفلسطينية بأي شكل من الأشكال. وده مش رأيي أنا بس، ده رأي حتى الأمريكان. يعني النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية أخذت قرار لأول مرة تاخده بتعليق شحنات أسلحة لإسرائيل، لأنها استمرت في العملية العسكرية في رفح رغم التحذيرات الأمريكية، وإنها لم تنخرط بشكل كبير في مفاوضات التهدئة. طب هناك أحاديث في هذه الأثناء أستاذ يوسف أنه هناك بعض الوفود ما بين إسرائيل ووفود المقاومة الفلسطينية تأتي وتغادر القاهرة لاستمرار التفاوض أو ما شابه، وحتى أيضا هناك بعض المسؤولين الأمريكيين وغير ذلك وبعض المسؤولين القطريين. هناك شكل من أشكال الحراك ما بين هذه الوفود سواء ما بين القاهرة أو الدوحة، هل هذه يعني عند حضرتك بعض الأخبار أو بعض المعلومات حول حقيقة ما يجري في هذه الأثناء؟ آخر حاجة من يومين أن الوفود يعني وفقا لمصدر رفيع المستوى أن الوفود غادرت القاهرة إلى الدوحة، الوفد يعني الوفد الفلسطيني والوفد كافة الوفود الوفد الإسرائيلي والوفد حماس غادروا القاهرة على أن يعودوا للتشاور. لكن اللي أنا شايفه في اليومين الماضيين دول والنهاردة، لا الأمور يعني ربما تأخذ مسار آخر مرتبط بالرغبة الإسرائيلية في استكمال العملية العسكرية دون الاستماع لأي نصائح تأتيها من الولايات المتحدة الأمريكية أو تأتيها من أي الأطراف. عشان كده النهاردة حتى وبالتالي الورقة المصرية الأخيرة المطروحة للتهدئة يتم تجاوزها ولا يتم الحديث يعني عنها. الورقة المصرية موجودة، يعني لازالت موجودة، لأن هي الورقة الوحيدة حتى الآن وفقا لكل الآراء حتى في اسرائيل وفقا للولايات المتحده الامريكيه ووفقا لفلسطين، هي الورقه الوحيده القادره على التوصل الى هدنه تستتبعها خطوات اخرى وخطوات متتاليه، لان الورقه المصريه المفاوض المصري بذل فيها مجهود كبير جدا للوصول الى صيغ توافقيه تحفظ حقوق الجميع، واهم حاجه الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وارواح الفلسطينيين. وده يعني في جهد كبير جدا بذل في هذه الورقه. وبالتالي حتى الولايات المتحده الامريكيه قالت ان الورقة المصرية هي الورقة الانسب الان للتعامل معها، وهي ما زالت مطروحة. لكن بتكلم على ما يحدث على الارض حاليا، يعني حتى اقترابهم او سيطرة اسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ده يعني تطور خطير جدا. حتى النهاردة مصدر مصري رفيع المستوى تحدث على ان مصر لن تنسق مع اسرائيل ادخال مساعدات الى قطاع غزة رفضا، لان في يعني في العدوان الإسرائيلي على القطاع وتحديدا على منطقة رفح وعلى واستيلاءه على معبر رفح، ده تجاوز كل الحدود، وإن إسرائيل هي تتحمل مسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باعتبارها قوة احتلال. ودي كانت الرؤية المصرية التي تم يعني شرحها لكل الأطراف. طيب يهود براك في بعض التصريحات الصحفية الأخيرة لي ربما بالأمس القريب، وأعتقد أيضا أن جو بايدن تحدث بشكل أو بآخر في هذا المنحة، بعض الخطط البديلة للقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتصفية القضية تماما من خلال إنشاء كيانات موالية للاحتلال تدير القطاع، وحتى يعني كيانات بعيدة حتى عن السلطة الفلسطينية. يهود براك تحدث عن أنه بعض الدول العربية هي تأتي وتتولى إدارة القطاع تحت مظلة هؤلاء عرب، وبالتالي المقاومة الفلسطينية لن تشتبك معهم. كيف ترى هذا الطرح؟ وبرأيك كيف سيكون التعاطي المصري مع مثل هذه الأطروحات من قبل الاحتلال؟ طرح ده مرفوض نهائيا. أنه مستحيل مصر توافق على تواجد في القطاع بهذا الشكل. الموقف المصري واضح أن الحل فلسطيني فلسطيني، لا يدير أي شبر على أرض فلسطينية غير الفلسطينيين ايا كان، اي شكل تاني مش مقبول. حتى يعني شفنا امبارح حتى يعني نتنياهو تحدث عن ان ربما الاتيان بمجموعه عربيه تدير معبر رفح، واشار لبعض الدول العربيه، الدول اللي اشار ليها عليها بشكل واضح امس ان هي رافضه تماما مثل هذه الامور. اي حل للحديث او اي حديث عن الحل في فلسطين لابد ان يكون مرتبط باداره فلسطينيه. شكل الاداره ايه؟ ايا كان بقى نتفاوض على شكل اداره، لكن اداره فلسطينيه. مفيش مش هتكلم على اداره شركه خاصه زي ما اتقالوا ان في شركه خاصه امريكيه خاصه تتولى تدير المعبر، اداره الجانب الفلسطيني من معبر رفح ده مش يعني مش مطروح خالص. ومصر لن تتعامل مع شركات تتعامل يعني بتتعامل مع الامر الحقيقه الواقع ان في الارض فلسطينيه بتديرها فلسطينيين، يتم اتفاق على ادارتها من جانب الفلسطينيين.
في بعض الفترات الناس تقول لك طب هو ليه بيتعامل مع اسرائيل؟ لان اسرائيل هي قوه احتلال وبتتعامل مع ادخال المساعدات لقطاع غزه لرفع المعاناه عن الشعب الفلسطيني. لكن النهارده اذا بتكلم على يعني في جمله كده كانت بتقال بعد 7 اكتوبر اللي هو اليوم التالي. اليوم التالي للحرب. اليوم التالي للحرب، الناس مش واخده بالها، هو اليوم التالي. في سيناريوهات كتيره جدا، الاسرائيليين بداوا يطرحوا سيناريوهات والامريكان بداوا يطرحوا سيناريوهات، مراكز البحثيه في امريكا كانت بتطرح سيناريوهات عن اليوم التالي. هو كان كان التصور لليوم التالي ده ان خلاص الحرب اتت بنتائجها، القضاء على حماس، القضاء على المقاومه، التنظيف يعني وفقا لوجهه نظر الاسرائيليه المدعومه امريكان وقتها، تنظيف القطاع من كل يعني عناصر القلق التي تثير القلق لدى الاسرائيليين. خلاص وصلنا للمرحله ديت وفقا لوجهه نظرهم، نتكلم اليوم التالي. اليوم التالي اللي هو ايه؟ ان انا النهارده بتكلم على اداره القطاع. طرحت بقى بعض السيناريوهات كتير زي اللي حضرتك قلتها، سيناريو اداره الدول العربيه، قوه عربيه مشتركه، شركه امريكيه الطرح الاخير، كل دي مطروح، لكن كل ده لن ياتي بنتيجه وهيبقى غير مقبول فلسطينيا في الداخل وعربيا. الحل الوحيد ان انت اذا انت عاوز تتكلم على اليوم التالي بشكل واضح وشكل صريح، ان انت وقف وصلنا للتهدئه، تم اقرار التهدئه والاتفاق عليها، نتكلم على عوده او استكمال المسار التفاوضي للقضيه الفلسطينيه بشكل صحيح كامل. صحيح. وصل للهدف الاسمى او الهدف الاخير لدوله فلسطينيه مستقله على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقيه. اي حل بخلاف ده مصر لن تقبل به، ولا اي دوله ولا فلسطين نفسهم هيقبلوا به. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ يوسف، ويعني احنا محتاجين ان شاء الله لقاءات اخرى تكون اكثر اتساعا، يكون في وقت اكبر من كده ان شاء الله. فبشكرك على وعد بلقاء اخر باذن الله، نطرح كثير من القضايا للنقاش مع حضرتك. الاستاذ يوسف ايوب رئيس تحرير جريده صوت الامه، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام ارجو ان تبقوا معنا، لا يزال لدينا فقره حواريه اخرى في حلقه الليله، لن نذهب بعيدا عن القضيه الفلسطينيه، ولكن سنناقشها بالعيون الامريكيه من وجهه نظر الولايات المتحده الامريكيه وتعاطيها مع مجريات القضيه خاصه في الفتره الاخيره وتطورات الحرب الاسرائيليه المستمره على القطاع للشهر الثامن على التوالي.